مارسيل خليفة يتحدى الإرهاب ويعيد الحياة الموسيقية إلى بروكسل بعد أن توقفت بسبب الحالة الأمنية في عموم بلجيكا. ففي قصر الفنون الجميلة ببروكسل وقف العشرات خارج صالة العرض على أمل الحصول على مقعد بعد أن امتلأت الطوابق الثلاثة للصالة الرئيسية بالجمهور بانتظار إطلالة الفنان وعازف العود اللبناني مارسيل خليفة. على عكس المرات الماضية لم يكن مارسيل خليفة بصحبة فرقته وإنما بصحبة الأوركسترا الوطنية البلجيكية بكامل هيئتها والتي عزفت لأول مرة في تاريخها ألحان وموسيقى عربية. هذه المرة الأولى للأوركسترا الوطنية البلجيكية أن تعزف مؤلفات لمؤلف عربي، وأنا برأيي مهم جدا. أسست الفرقة من 55 سنة، هذه المرة الأولى اللي بيعزفوا مقطوعات مختلفة عن الكلاسيك اللي بيعزفوا يعني ببرنامجهم. We'll have a meeting with two different إنه لقاء بين عالمين موسيقيين مختلفين تماما، آلات غربية تعزف موسيقى وألحان عربية. إنه أمر في غاية المتعة والتشويق. ما يقرب من 2000 من الحضور وهي السعة القصوى للصالة الرئيسية كانوا على موعد مع مجموعة جديدة من أغاني مارسيل خليفة. كانوا أيضا في الموعد لترديد أغانيه الحماسية القديمة مثل يا بحرية وانهض يا ثائر وريتا وأمي. ولأن مارسيل خليفة عازف وملحن ومغني بدرجة سياسي فقد تحدث للحضور بالعربية والفرنسية ليعلنوا أن إقامة هذا الحفل في هذا التوقيت هو انتصار بحد ذاته للحياة على قوى الإرهاب والظلام. كما أعلن مارسيل خليفة عن تضامنه الكامل مع مأساة اللاجئين في كل مكان، مهديا كل لاجئ أغنية باسبور التي تنتقد التمييز بين البشر على أساس الجنسية. لازم يعرفوا أنه عندنا أيضا موسيقى، عندنا أيضا حب، عندنا أيضا سلام، عندنا أيضا شعر. إذا يعني كمان نحن بنعرف نحب، بنعرف نغني، بنعرف نرقص. إذا هذه الحفلة لها وقع خاص كما ذكرت، وأنا فرح أنه رغم كل هذه المخاوف الموجودة اليوم الصالة كومبلي، يعني الجمهور الناس مهمة يعني من كل هذه الألارت أو ما كما ذكرت يعني. إذن الإنسان يبحث عن الحياة، عن الجمال، عن الموسيقى، ويريت يعني أنا برأيي الخلاص، خلاص الإنساني هو بالفن، هو بالثقافة. يعني هذا هو الحائط الأخير الموجود، يجب أن لا ندمر هذا الحائط كي لا ينتهي كل شيء. Of course, it's we live in a very difficult city now. Nowadays, it's very highly protected. نحن نعيش في عالم مليء بالتحديات الأمنية والإرهابية. لكننا هنا نقول للإرهابيين لن تنتصروا. الفن أقوى منكم. إنها إشارة واضحة على أن الحياة تنتصر على الإرهاب. هذا وقد سمحت إدارة الأوبرا البلجيكية وبصورة استثنائية وحصرية لصدى البلد بحضور وتصوير البروفة الأخيرة للفنان اللبناني بصحبة الأوركسترا الوطنية البلجيكية في خطوة أكدوا لنا أنها نادرا ما تحدث. هي موسيقى كتير فيها شمس، كتير فيها بحر، كتير فيها سما زرقاء. يمكن بركي منضوي شوي هالضباب الموجود بالمدينة، يعني بتعرف الغيم كثيف يعني للكثير، لأنه واليوم القاعة هي ممتلئة بممزوجة بالمهاجرين أو العرب الموجودين في بلجيكا والبلجيكيين، يعني إن كانوا الفلامون ولا الفرنكوفون. إذن في خلطة حلوة الليلة، وهذا ضروري، هذا ضروري كي يعني الآخر هو ليس بعدو، الآخر هو صديق. خليه يتعرف على خلينا نتعرف على الآخر والآخر يتعرف علينا، وأنا برأيي هيك فينا نعمل حياة جميلة. وشكرا لك. شكرا. مجدي يوسف، صدى البلد، بروكسل.